هيئة وسيط الجمهورية يلجأ إليها أي مواطن يرى بأنه وضح ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي. فمرافقة المستثمر تستدعي منا أن نعزز من العمل المشترك، وأن تتضافر جهودنا من أجل تحسين مناخ الاستثمار. فالكل يعلم في سنة 2022 وفي إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وبفضل تضافر جهود الجميع وبفضل المتابعة المستمرة، تمكنا برفقة مختلف الشركاء رفع العراقيل عن أكثر من 900 مشروع استثماري سمح بخلق أكثر من 50 ألف منصب شغل.